احنا بلشت اكل دكتور. صباحكم سعيد اعزائي. بهاي الفقره رح نلقي الضوء على الجاليه السودانيه في عمان، احتفالاتها بالاعياد وبعض الحلويات التي تقدم. معنا بها الصباح رئيس الجاليه السودانيه الدكتور صلاح دعاك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. مرحبا بكم، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء، واقول لكم وللشعب الاردني كل عام وانتم بخير، ونتمنى انه العوام الجايه يكون الاردن اكثر ازدهارا وتنمية ورخاء إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك، يعني وكل عام وأنتم بألف خير وأهالي السودان كلهم بألف خير. الله يبارك فيك. أنا بديت أدوق الحلويات يعني لأنها يمكن شوي مختلفة عن اللي إحنا بنقدمه بالعيد. أبدأ بالحلويات، رح نحكي عن حلويات العيد. طيب نحن ممكن نتحدث عن السودان. العيد بالنسبة للسودان هو يعتبر هو فرصة للقية وفرصة للتراحم والتواصل، والثقافة السودانية أصلا في الأكل أنا أخيل لي هي من مصدرين. المصدر الأول هو المصدر التركي، باعتبار أنه الأتراك كان يعني هم اللي الإمبراطورية التركية كان لها أثر كبير في المجتمعات اللي أصلا استعمرتها، أو يعني مدار كلمة استعمر دي كثيرة، لكن كان في تأثير تركي حتى على الثقافة. يعني السودان بنجد الثقافة الغذاء هي ثقافة المشاوي والمحاشي والأشياء دي، وهي أقرب لأنها تركية. أما في السودان أصلا عندنا مملكة دارفور، وهي مملكة كان فيها السلطان علي دينار، وكان لها دور كبير جدا في ثقافة السودان. يعني هسي لو شفت هنا بتلقوا في صحن بتاع عصيدة اسمها العصيدة، والعصيدة دي هي أصلها من دارفور. فالمملكة دارفور هي من الممالك الكبيرة جدا اللي دخلت، وكان فيها بيسيروا محمل الكعبة، وحتى في آبار علي دينار هسه بسموها آبار علي، في ناس مفتكرينها آبار علي بن أبي طالب، لكن هي آبار علي دينار. فالمملكة دارفور هي أثرت على الثقافة الغذائية بوجود النوع ده من الأكل في الصحن ده، هو اسمها العصيدة اللي بالنص، في النص هنا. وعندها كثير من أنتم بيسموها الصوص ولا الإدام، المهم بنسميها نحن الملاح، يعني في أكثر من نوع، مثلا بيستعملوا فيه اللحمة، يستعملوا فيه أشياء كثيرة. بعد ذاك في ثقافات أخرى، في ثقافة كوش في شمال السودان، وهي مسيطرة عليها النوبة، فعندهم برضو أنواع من الغذاء بيسمى يعني أقرب للفسيخ، أنا مش عارف، هي بيستعملوا الأسماك مع الملح، بيسموها الملوحة ومع أشياء أخرى. فعلى أي حال ثقافة السودان أفتكرها متنوعة. السودان هو من المناطق الكبيرة وفيها تنوع قبلي كبير، فلذلك حتى الثقافة الغذائية متنوعة. يعني هو أقرب للتركي وفيك أيضا للإفريقي. هي شو أنا بفتكر الشيء جاي من دارفور، ممكن نسميه هو أقرب لأنه حاجة محلية إنديجينس. الشيء جاي في الشمال معظمه متأثر بالثقافة التركية في الأكل، يعني هي المشاوي والطبايخ والأشياء زي كده. لكن في ثقافات محلية أنا أفتكر يعني في شرق السودان وفي منطقة البقارة، يعني عندهم برضو ثقافتهم في أنه كيف ينتجوا من يعني مواد غذائية من الألبان، يعني تشبه الجميد اللي عندكم هنا، وهو الروب، يعني هو بيعتبر يعني بيتعاملوا مباشرة مع البهائم والأبقار اللي فيها، ولذلك سموا بقارة. والناس اللي في شمال السودان بيسموا الجمالة أو اللي عندهم جمال، فلذلك بنجد في ثقافة، يعني لو دارين نحددها بنجد هناك ثقافات كثيرة لكل قبيلة لها شيء، لكن الشيء الموجود هسه تعارف عليه الناس هو سطوة مملكة دارفور على كل السودانيين. نعم. يعني مثل ما معروف الكرم بالسودان والأكل والشرب الوفير أيضا في العيد. يعني طيب بالعيد احنا عادة، أو يعني خلينا نقول منطقة آسيا معظمها بتقدم الكعك والمعمول والشوكولاتة. نعم نعم. لكن أنا شايفة بالسودان أنتوا بتقدموا أشياء مختلفة. وشوفي هي تقريبا الحلويات، يعني السودان هي برضو نحن نجي نرجع للكرم. يعني إحنا بالنسبة لنا الناس بتتحدث عن الكرم باعتبار أنه هو نزعة قبلية، لكن لو رجعنا للتاريخ بنجد أنه حتى دخول الإسلام للسودان ما دخل بفتوحات، يعني مش زي دخل فتحوا فتحوا دخل فتوحات بعد ذاك
دخل بها الثقافة الإسلامية، فكان في تأثر. فحتى الكرم في السودان شائع جدا، صحيح فيه النزعة القبلية، لكن لحد كبير الناس بتفتكر أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلذلك بيكون العيد عندهم أقرب لأنه هو ولائم مفتوحة، ذبائح مفتوحة، وبيفتكروا أنه هي دي الشيء اللي ممكن يقدموه تقرب لله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت هو بيرضي غرورهم كقبائل، ويعني كرم قبلي ممكن نقول عليه. يعني احنا ايضا بالعيد الجاليه السودانيه احتفلت بالعيد بعمان، احكي لنا كيف احتفلتوا بعمان، وخصوصا يمكن كمان صار في دمج بالعادات والتقاليد ما بين السودانيه وشوية طبعتوا بالاردنيه. طيب فكيف احتفلتوا بالعيد؟ وطبعا شوف هنا السودانيين يعني كالعاده السودانيين خارج البلاد بيعيشوا في تجمعات، يعني يحبوا يكونوا مع بعض. الجالية السودانية هنا في الأردن كبيرة، أنا أفتكرها نسبيا تقريبا العدد بتاعها بحد أراون 3000. معظم جزء كبير من الجالية متزوج أردنيات بالمناسبة، فلذلك في الثقافة الأردنية هي داخلة بشكل كبير في في في, في البيت السوداني في الأردن. دار الجالية السودانية هنا احتفلت في العيد، وكان في تجمع كبير جدا، حضر له السودانيين من كل المحافظات. فيعني القصد منه هو كان عايزين يحيوا مظاهر العيد بالطريقة السودانية، الذبائح والأكل السوداني وكل ناس جابت أكلها، فأنا أفتكره كان تجمع جميل. يعني هذا التجمع أنتم صورتوه كمان دكتور، ومعنا مجموعة من المقابلات، منها القائم بالأعمال في السفارة السودانية ومجموعة من الجالية السودانية، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع نكمل شكراً. حديثنا يديك. في مساء هذا اليوم من عيد الأضحى المبارك تحتفل الجالية السودانية في عمان بهذا العيد، عيد الفداء، وتبث حياها للسودان، أن يكون السودان إن شاء الله السنوات القادمة بخير ورفاهية وتقدم وازدهار. ونحن نجتمع في دار الجالية السودانية في كل مرة للاحتفال بالأعياد، ويأتي السودانيون من كل صوب في المملكة الأردنية الهاشمية ليحتفلوا بهذا العيد ويقدموا التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. في هذه السانحة يجتمع أبناء السودان ليدعون ويبتهلون لله عز وجل أن يرفع السودان عاليا بين الأمم. يسرني جدا في هذا اليوم المبارك أن أهنئ جماهير الشعب السوداني والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة ذكرى عيد الأضحى المبارك، عيد الفداء. ويشرفني جدا أن أنتهز هذه السانحة وأنا أحتفل مع إخوتي أعضاء الجالية السودانية بمعية القائم بالأعمال السيد عادل عبد الرحمن. وفي هذه المناسبة الكريمة أتمنى لجماهير الشعب السوداني دوام الصحة والعافية والأمن والاستقرار.
أعزائي متواصلين معكم بهالفقرة. معنا دكتور صلاح دعاك. يعني دكتور مثل ما شفنا حتى شفنا في إشي زي الصاجية إحنا بنعملها بالأردن. يعني دائما بنقول في أشياء متقاربة مثل ما ذكرت اللبن، هلأ شفنا زي الصاجية. هو طبعا شوفي السودان في قبيلة المناصير، هي أصلا في شمال السودان وخليه عندكم هنا في الأردن، وفي برضو قبيلة العبابدة وهنا خليه عندكم العبادي. نعم. فهم يعني في خليه لو فتشنا بنلقى عندكم بنلاقي شوية سودانيين من بعض العشائر وصولها سودانية أو يمكن مثل ما ذكرت هي العشائر لأنها كانت تتنقل في الوطن العربي. أكيد هو طبعا شوف الدخول زي ما قلت لك السودان، دخل العرب السودان سنة تقريبا مع عبد الله بن أبي السرح، دخلوا عبر منطقة النوبة. منطقة النوبة هي المنطقة الشمال، فملك النوبة في الفترة دي كان راجل حريص على بلده، ما عايز تكون تأثرات ثقافية كثيرة، فقام مضى اتفاقية اسمها اتفاقية البغت، هي سمحت للعرب الداخلين للرعي يمروا مرور لكن ما ينزلوا في منطقة الشمال النوبة، فدخلوا كل العرب للمنطقة الوسط الشمال وسط السودان ومنطقة كردفان، فكان في دخول من الجهة الشمالية. المنطقة النوبة لغاية هسه محافظة على لغتها رغم انهم هم اللي عرب جو داخلين من عندهم، لكن ملكهم رفض انه ينزلوا عشان ما يأثروا على الثقافة. لكن اول مسجد بني في السودان هو في منطقة الشمال، منطقة النوبة، اسمه مسجد دونغولا. البقول العرب برضو دخلوا السودان من الغرب، يعني في هجرة عكسية حصلت بعد انهيار دولة الاندلس، فدخلوا وكان ظهرت مملكة الفونج، ومملكة الفونج هي أصبحت تعويض للانهيار الحصل لمملكة الأندلس في الغرب، فازدهرت جدا مع الدولة الأموية، فكانت لها برضو أثر كبير جدا على الثقافة العربية في السودان. فأنا بجد السودان الثقافة العربية ممكن تلقاها في شكل ثقافة، في شكل لغة، احتمال ما تكون أثرت في السحنات في كل الناس بشكل كبير، لكن كثقافة ولغة حتى السودانيين نحن لو نظرنا بنلقى اللغة المحلية سائدة، لكن الموحد الناس هو اللغة العربية. حتى جنوب السودان اليوم، جنوب السودان كل المناطق الجنوبية تتحدث اللغة العربية، يعني سلفاكير وقت قال كلمته للانفصال قال باللغة العربية، لأنه الناس أصلا كلهم بتوحدهم اللغة العربية. فلو برضو نظرنا للسودان من ناحية الأطراف بنجد من الناحية الشمالية في لغة النوبة، من الناحية الشرق بنلقى لغة البيجة، والغرب بنلقى لغة دارفور أو لغة الفور، والجنوب لغة الجنوب، بنلقى اللغة العربية هي متسيطرة في الوسط، لكن كانت هي ماسحة لكل الناس يتحدثوا اللغة العربية، هي الرابط للسودانيين جميعا. يعني هي كمان نشد دكتور كثير من العشائر، موجود منها، موجود جزء منها يعني هي بالسودان، بالأردن، بسوريا، يعني متفرعة، لأن كانوا يتحركوا للتجارة، هو نفس التركيبة العشائرية، استقرارهم كان يختلف، نفس التركيبة العشائرية. لو جيت السودان بتلقي نفس الوضع القبلي، يعني بتلقي في الشيخ القبيلة، الهراك الموجود في كل الدول العربية موجودة، التعصب القبلي الإيجابي. أنا أفتكر التنوع في السودان كبير، لكن هو أنا بفتكره تنوع إيجابي، تنوع ثقافات ممكن يؤدي لتنمية وازدهار في المستقبل إن شاء الله. انت هسي قبل ده المفروض تاكلي واحده من يسلم برضو ما ممكن يعني تاكلي دانا روحت حبيبه التغذيه وما شفت انا باكل الحلويات اذا بدنا نحكي عن تاثر الجاليه السودانيه بالاردن، هل اثرت ببعض العادات والتقاليد الاردنيه؟ كيف اتطبعت وكيف تعايشتوا؟ انا بفتكر شوفي انا جيت الاردن، يعني لقيت انه الشعب الاردني يمكن في حاجات كثيرة بتشبه السودان، يعني النخوة، يعني مساعدة الآخر، أنا بفتكر هي موجودة بنفس الطريقة اللي أنت بتجدها في السودان. الحاجة الثانية الشعب الأردني خليه بيتقبل الجنسيات الأخرى بطريقة سليمة، يعني واحد ما حصل شعر بأنه في فرق يعني أو في أي مرحلة من التعامل. أذكر أول يوم جيت كنت ماشي منطقة فسألت بتاع تاكس، قلت له وأنا وصف لي يعني، فوصف لي المحل، بعد شويه شعر انه انا لفيت غلط قبل فجاء لاحقني وقال لي اتبعني، وصلني لمنطقه يمكن ضاحيه الرشيد، منطقه بعيده. فبعد ما وصل قال لي دي المنطقه اللي انت عايزها؟ قلت له ايوه. نزلت اديه الفلوس قال لي لا،
رغم انها مشوار بعيد. قلت له فهو شعر بانه ما دام وصلني من عنده ودم شخص محتاج فيصل. في اللحظه ديك شعرت اني انا في السودان. يعني ان شاء الله دائما يديك العافيه. مثل ما ذكرت يمكن دكتور احنا فعلا شعب بحب الضيف. نعم. وبحب الاخوه العرب، يمكن هذا اللي بيخلي فيه تعايش. ودخل الاردن هسه تكون هي السماء الامنه لكل العرب في كل الجهات، لو كان من العراق او من سوريا او من حتى فلسطين او من اي جهه، وحتى في السودانيين حاليا هسه بعدد. فانا افتكر طيبه الناس هي اللي خلت الناس تتوجه للاردن، ودا نفتكر ده قوة الأردن في الوقت الحالي هو إنسان الأردن وتعامله إن شاء الله دائما. يعني بالنسبة للأكل طبعا في واحدة الأخت آمنة هي من الجالية السودانية، هي عملت الحلويات، وزوجتي إسراء إبراهيم تجاني رغم إنها في الشهر الثامن فعملت الزلابية دي، فهي افتكرته ده عمل وطني من الدرجة الأولى. يسلموا ايديهم، يعني يعطيهم الف عافيه. انا جربت هاي الزلابيه اللي انا اكلت منها. ايوه دي الزلابيه يا سهى، كثير زاكيه. انا خليه بتكون عندكم في الاردن صحيح؟ هي موجوده لكن بطريقه تختلف، بطريقه مختلفه. انا دقت كمان الكعك، هذا كعك العيد. أيوة. بس برضه مختلف عنا لانه مش محشي. ايوه مش كده غايته نحن يكون سادة وعليه سكر. طيب هلا الدكتور ذكرت انه اللي بالنص بدنا نحكي عن بعض دي وقال في النص هي بسمى العصيدة، وهي وجبة سودانية اصلا. يعني معروفة عند في الريف، بتعتبر وجبة وبيستعملها مع حاجات كثير. يعني ده هسي يعني اللي فيها اللي الصوص ده هو عبارة عن هو الروب او اللي بيسموه اليوغرت الزبادي، ومعه كثير من الحاجات وكده. مرات بيعملوها باللحمه، اللحمه المجففه، مرات بتتعمل يعني اللبن، الحليب، يعني باشياء مختلفه. فيمكن تكون هي دي في القرى السودانيه وبيستعملوها دائما في الفطور. هاي يمكن فطور السودان طبعا بيبدا بعد الساعه 10 او 11 بعد احنا رح يعني نعمل صباح على الفطور السوداني لضيف مرت السفير، زوجة حرم السفير السوداني. اكيد رح تجيب لنا هاي بقى. تجربيها من هسه. في ايضا اللي هي زي الغريبه هاي. ايوه هي اقرب للغريبه. ايوه فانت بعدين حاولوا كلكم تذوقوها وتدونا تعليقاتكم عليها. الله يخليك. ده بيعملوه بسكويت بيشربوا بيه والشاي كالعاده. برضو عنده طريقه السوداني، انا خليه المره الجايه حقه تستضيفي واحده من السودانيات عشان تشرح لك بالضبط شرح لنا طريقه عمله كمان بيعملوه كيف. ان شاء الله. يعني انا بدي اشكرك دكتور، وبدي اشكر حضورك معنا بهالصباح، وبدي اتمنى لكم دائما اقامه سعيده بالأردن. انا بشكرك جدا، وبعتبر الحلقه دي هي يعني بتعتبر التفاعل الحقيقي بين الجالية والأردن، وأنتم بتعرفوا الأردنيين بالسودان، بتعرفوه بثقافتهم، وأنا أفتكر دي الرسالة الحقيقية للتلفزيون. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا دائما. شكرا. أعزائي فاصل ومتواصلين بعدها لنروح نتعرف على الإتيكيت والميك اب، خليكم معنا.